سلام يا جماعة، اليوم جاكم فيديو جديد وردي على بيت عائلة روشيل لايف. طبعا قبل ما نبلش خلينا نوصل الى 10,000 مشترك يا جماعة، ولازم تحطونا اشتراك ولايك وفعلوا جرس وليزكو. طبعا يا جماعة مثل ما شايفين معنا ابو عبدو اللايف، كانول عم يساوي حفلة او عم بوزع هدايا للاولاد صغار عساس. طبعا هو ممثل حاله بابلوين. طبعا خلينا نشوف هل بابلوين بيعمل هل تفاعل نفسه بيعمل او لا، يعني في عنده شغلات. يعني طبعا البابلوين ما بيعمل شغلات طاولة، كنقول خلينا احكي كنقول البابلوين بيضحك وبيوزع هدايا، كنقول بيعمل كل شيء اوكي، بس طبعا في عنده ابو عبد اللايف اغلاط، بيغلط كتير، يعني مو غلط بالحكي، في عنده اغلاط، وعند ابنه نزار يعني في شغلات. خلينا نبلش مواضيع يا جماعة. يا جماعة هاي من أول شيء، يعني لسا ما بلشنا وكان أول ما دخلنا أي دخلنا أول فيديو. تمام، أول شيء يا جماعة البابلوين ما بيضحك، ما بيقول هو 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 هو. أوكي بيضحك يفرح أولاد، كان أول بيعطي أشياء هدايا لأولاد أطفال يعني قصدي، بس ما بيضحك هو هو هو. يعني والله ما أدري يا جماعة، يعني كواقعيا أنا كشفت بابلوين بألمانيا، كان أقول شفت بتركيا بسوريا، ما يعني هسا أنا عمري وصلت ل 21 ما شفت مثل أبو عبد اللايف كان أقول هو هو هو. يعني ما شفت بعمري يعني بابلوين هيك بيضحك. هو مباله هيك صحيح، طبعا كله غلط. طبعا في شغلات كمان عند ابنه نزار، خلينا نشوف مع بعض كمان. لا ولا كنتي سازان ساري سوليا، شايفين يا جماعه انا هو عم بقول الكلاب بيعرفوا الراس السنه. طبعا انا كان اقول بحترم متابعيني، حيشاكم يا جماعه. إذا هو يعتبر كلب بيفهم براس سنة معناته هو عايش مع كلاب. هو لحاله بيمثل شخصيته يا جماعة. أنا كان أقول ما بدي أساوي عنصرية بين متابعينه أو بين متابعيني، كهو عبول الكلاب بيعرفوا راس سنة. هسا الكلاب حيوان، يعني حيشاكون حيوان لا بيفهم راس سنة ولا شيء. أوكي كان أقول بياكل بيشرب، بس يعني ما بيفهم راس سنة شو يعني هو شلون، ما ادري والله اذا بيعرف بركي، والله ما ادري ابو عبد عايش معون مو معون، ما ادري والله. خلينا نكمل. طبعا يا جماعه خلينا نجي لعند عبدو، كان نقول عبدو لايف، يعني كانوا هو عبدو لايف، ابو عبدو لايف، نزار لايف، ما شاء الله كانوا اللايف كتير. يعني خلينا نشوف في كمان كم شغلات على عبده، خلينا نحكي عليه كمان. ايوه ولا حسي جارتي بابا نوالتي، ولا حسي جارتي بابا نوالتي، رسالي صنع صنع بابا نوالكي واري قندي معك هديمة دي ما تخوضوا دي. يا جماعة ما ادري تفاعله، يعني كانون مثل ولا صغار، يعني سبحان الله ولا صغار هيك ما بيعمل. هو على اساس عامل حاله عشان الناس تضحك او تضحك الناس. تمام، هسا الناس بيضحك، تمام بيضحك على شخصيته، يعني ما بيضحك على كلامته ولا اشياء، بيطلع بيضحك على شخصيته. طلعوا على شخصيته يا جماعه شو لابس، لابس مثل الواحد شحات. كان نقول الفيلم باب الحاره اللي بيقول وحيدوه للصيف العمى يشبه بالضبط يا جماعه. يعني شوف شخصيته يا جماعه، ما ادري يعني شو عم بيعمل، والله حرام هو يكون، يعني ما ادري والله شو نقول يا جماعه. خلينا نكمل نشوف. بابا ميل كوني عجب كوني شو اللي نار جاب قد كي قن وانا يهدي خلاص كن مرون اهلا بابا ميل بابا ميل. شايفين يا جماعه شاي شوفوا شكله يا جماعه، شوفوا يعني والله ما ادري. هسه كان نقول في شخص تحياتي له رامز البرين، طبعا كان نقول الكردي كان بدي احكي جي ريزو حرماتي. رامز البرين يا جماعه هو عمل شغله كتير كويس لاكراد
وزع راح على بيت بيت، شخص شخص وزع هدايا عبي يعني لأطفال. بس هدول كان نقول سووا مسخرة، بابا لوين سوى مسخرة بشغلات. طبعا رامز البنين كأنا شفت فيديوهاته كمان، ده لما يعمل أتوقع 4 حلقة أو 3 حلقة ما أدري إذا منزل شي جديد. بس هو كان نقول كبر بعيون أكراد كل إنسان محترم. كان نقول هذا شخص مزبوط يا جماعة، هذا شخص مزبوط بيوزع الهدايا. إذا واحد بده يعمل شيء لازم يعمل يفرح الناس اللي قدامه، مو والله يعمل لشخصيته يعني مثل كيف دار كون بس أفرح شخصيتي، لا غلطانك. طبعا بيت أبو عبد اللايف بيحبوا يبش شخصيته مثل أناني يا جماعة، الأناني بحب شخصيته هدول هيك. بس بيت رامز دلبرين كان قول وفنان تبعنا يا جماعة، وتحياتي لآله ولعائلته. طب خلينا نكمل الفيديو يا جماعة. مو عاجب من بابا نويل، مو هادي ما دايش ببري ولا نومري، حتى صوليتي نومري مالا صوليتي جواني ديسو جواني. بس نقول يا شنا اكون هرم يا ربي. شايفين يا جماعة تفعاله مثل اولاد صغار، والله اولاد صغار ما يعملوا هيك. يعني اذا اولاد صغار اذا عملوا هيك ابعتوا لي فيديو على انستغرام، رابط انستغرام موجود يا جماعه، ابعتوا لي خلي لي اشوف اذا بيعملوا نفس اشكال عبده. ما ادري يعني هذا الاشياء الشغلات تبعت ولا صغار يا جماعه. خلينا نكمل. حسيتي عجب تبي موني خوزة موني شيخ انه يقول موني شيخ تبكي شيخ تعمد بين حرام انا ما سبب بابا نويل بحاويني. لا يا حبيبي لا تحكي من عندك، البابولوين هو انسان نفسنا شخص، بس عمل حاله دقن اذا عنده دقن، اذا ما عنده بيشتري دقن ابيض واللبس احمر. بس هو شخص نفسي نفسك، لا تقول حرام وشيخ بيقول هيك. شيخ بيقول لا تسوي حفله لا تسكروا لا تشربوا، ما بيقول والله بابولوين اذا اجى لعندكم على البيت حرام. انت غلطان يا عبدو، روح اسال الشيخ اسال اذا اجى بابلوين حرام وقت اقول حرام. تمام لا تحكي من عندك والحرام يا لو حسي لو دارتي اهرم على بورس كابتن عم بيجي مرة بيكون نوتشوية. تمام خلينا نروح على النزار يا جماعة. فنانة شي هاو حلو، هو عبول ما في ولاد بهذا المنطقة يعني او بالهلدية. ها يا شافي عويلي بندوري رنشتي بورس كمالا قاتشيك كاتنا كل في قندي. مرحبا عويلو سر سولوتا فيروز بي في قندي قتشك لكنا عزي وتم هادي وبيد مع بابا نويل ما يا جماعة أنا بضحك على ضحكته. والله والله ما أي أول مرة بشوف بابا لوين يعني بضحك. ما أدري والله أكيد غلطان يعني، أنا قلت لحد الساعة يعني ما شفت بابا لوين هيك بضحك. ترقتش كده قاري لو اري اري اجي لقتش كده قاري طشكي يا ابوني يا ابوني ثاني. فهو عبول ابو عبده عم بدور على اولاد صغار. نزار كمان النزار ابنه يا جماعه عمل الخواريف اولاد صغار، يعني عم بيمثل اولاد صغار بخواريف. هذا شخص يا جماعه ما بيحترم اولاد صغار. هذا الزمن يا جماعة نقول إذا ما احترمت شخص اللي قدامك أو ولد صغير ما بيحترمك. طبعا هذا الشخص نزار مستحيل تكون أنت كمان بني آدم، أنت معناتها عايش مع خواريف، معناتها أنت خروف يا نزار، خروف العيد أنت، لأنه أنت عم تقول هدول أولادي. خلينا نشوف يا جماعة. لو يورم هو داوره داوره او ناقش كان قش كي بني اودم قش قش ما راه قش كي هون ابو عبد مزبوط عم يحكي، عم بقول عم بدور على الاولاد صغار انسان يعني هدول الخواريف. شك تن انا الفيجوندي خلوا عم نجي قش كنا عم نقش كي من انا من. مبروك يا نزار مبروك، اذا هدول اولادك الف مبروك، معناتها انت ابوه، انت ابوه كبير وانت ربيتهم، كفو عليك يا نزار. معناتها من السحلة يا جماعة من هلا راي نزار أبو خواريف.
احلى نزار ابو خواريف. لا ليش ابو نزار؟ خلينا نصيح ابو خواريف. منور يا ابو خواريف. هسا هو عبو الولادي طبعا هذا ابو خواريف وعين الله عليه. كمل يا ابو خواريف. يا حلو والله لو كاسي بوقل قد في قندي تناي كاس راس مانوتي كاسي بوقل لو يورم قتشك قتشك انقع 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 قتشك. يا جماعة والله ما ادري لا بعرف هذا عائلة في شيء بمخهم او عم بيسوي حالهم كان نقول يعني عم بيسوي حالهم كوميدي ما ادري والله يا جماعة. ولا صغار ما بيعملوا انقع بيبكوا بيصيحوا بس ما بيعملوا انقع. والله ما ادري يا جماعة شو شكل في قندي تنانا قتشك انقع ايوار بديم ديوار. يا جماعة هون كمان روشين عم تبكي عساس خرب بيتها مشان خطيبة ما ادري والله اذا حقيقي او بالفيلم بس هيك ما ادري. روشين عم تبكي لانه خربت بيتها ترك خطيبة والاشياء. هسا شو دخل بأمة البابالوين بخطيبة؟ هسا هون ما فهمت يا جماعة ما فهمت شو دخل بأمة البابالوين الى خطيب. ما ادري هدول مش ساوين كنقول. طبعا يا جماعة نوصل الى نهاية المقطع بس في شغلة بدي اقول يا جماعة لاخواننا اكراد. انا حكيت بالعربي كنقول فيديو مشان متابعيني العرب. انا اختليت متابعيني العرب بيتابعوني انا مجبور اسوي ردي فعل بالعربي مو مشان شيء مو مشان عنصرية مو مشان اي شيء يا جماعة. تحياتي لاخواننا اكراد للعرب فردا فردا شخصا شخصا. وياب لا تنسوا تحطونا اشتراك ولايك وفعلوا الجرس والسلام عليكم.